بان هذه المنطقه هذه بوزنيعه كتوفر في هذه الحركه اللي كتشوفوها حاليا غير من الصيف للصيف، وبخصوص مور رمضان يعني ملي كتفوت المرحله ديال رمضان سيدنا رمضان كتحرك فينا شويه. هاد العام هذا ما كاينش ديك الحركه كما كتكون كيف الاعوام العاديه، شويه هاد العام هذا المناخ طايح، كلشي طايح، وكان الحمد لله ونشكر يعني غدا ماشي كان مزال كنتمناو في هاد شهر 8 الا هي تتحرك شويه عاديه، ما مازال الا الويكاند. دابا الويكاند بجيتو لقيتوها بحال هكا، الا حضرتهم غير الويكاند ما غاديش تلقاو هاد الحركه اللي كتشوفوا اليوم. بالنسبه هنا للمطاعم، هنا الاغلبيه ديال المطاعم متخصصين بالحوت، الاغلبيه ديال الحوت والشوا، الحوت المشوي هنا كاين واللحم، يعني اغلبيه هنا ديال منطقه بوزنيعه كامله متخصصه بالشوا. الاثمنه شويه بوزنيعه الاثمنه ديالها مرتفعه جدا جدا جدا، اغلى ما كاين في المغرب تعبت في الحوت هو اللي كاين هنا بوزنيعه، ما كاينش الحوت مغلى في المغرب كامل مغلى من بوزنيعه، كلشي زايد هنا بوزنيعه كلشي غالي. طيب لان كتوصل الطواجن الاثمنه ديالهم غاليين، اللحم كلشي غالي، كفته غاليه، الحوت غالي. اللي كيرجع السبب هنا لان الناس اللي كتتجه لهاد المدينه هادي هي الناس عاده ديك الناس رؤساء ديال المدينه ديال الدوله وديال الناس الكلاس ديال الدوله هما اللي كيجون هنايا. احنا هذا البنين عليه اقبال الحمد لله، من الشهرين ديال الصيف كيدوز بعدا مزيان، ومش حال هذا وحنا في هذه الحرفه الحمد لله. الوالدين ديالنا والعائله من بكري هما شادين هذه الحرفه، وبقينا غاديين وارتشين عليهم ان شاء الله. واكله زعما شعبيه 100%، لا المراقبه قليل فين تتكون علينا هنايا. كون كاع ما كانش كيعجبني الماكله كاع ما غنجي ناكل عندهم كاع، اش بينا لا باس بها. مش انا والجميع يوميا كل يوم كيكون الاقبال على بارابور البحر كيكون ديما عامر، شنايا ديما كيكون عامر عندهم محل. شاطئ بوزنيقه زوين وماليه زوينين وفيه الاقبال فيه بزاف، كنديروا طاكوس كنديروا هذا لا دانت سندويشات لا دانت كفته، حنا كنديروا اثمنه مناسبه باش الناس الدرويش ياكل والغني ياكل كلشي ياكل كلشي يشبع. وما كنجيب لك شي من الدار. كاين زمتونه في الفلوس. مشينا ناخذوا خبزه قال لك 2 درهم الخبزه وهي 24 ريال. بزاف وحق الله، ولكن المهم داك الشيء زوين عندهم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.